بولهان مريم نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء في القطاع الشمالي. اليوم جماعة الدار البيضاء كتقوم بمجموعة من الخرجات الميدانية، والخرجات الميدانية للتعرف عن قرب على جميع المراكز اللي كتحتوي على زراب جامعة الدار البيضاء. اليوم كانت زيارة مخصصة لجميع المراكز لتصفية الكلوي. قمنا بزيارة تصفية الكلوي بمقاطعة عين الشق بن مسيك، اليوم دابا عاوتاني الآن بمقاطعة روشنوار، وكذلك قمنا بزيارة الرعاية الاجتماعية لدار المسنين. الحمد لله انشرح قلبنا لأن قمنا بهذه الزيارات بمعية الموظفين ديال القطاع الاجتماعي. انشرح قلبنا لأن المراكز الحمد لله كتوفر على واحد من الشروط جد مهمة، الشروط اللي غتقوم بالرعاية ديال النزلاء والنزيلات اللي كاينين في هذه المراكز بشكل كبير. ولكن رغم ذلك كان النقاش ديالنا مع رئيس المركز الامن باش نحاولوا اننا تا كاين واحد الثمن ديال 100 درهم اللي كنا تناقشنا فيه في اللجنه اللي كانت في بجامعه الدار البيضاء، اللجنه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه، اللي كنا تناقشنا على واحد الثمن رغم انه رمزي، ولكن جامعه الدار البيضاء اليوم حريصه على مجانيه هذه المراكز لان هذه الفئه فهي فئه مستهدفه وللاسف فيها مستهدفه، وتارك 100 درهم بكثره المعاناه ديالها وبكثره الشكايات اللي كانت توصلوا بها بانها لا تستطيع وما كتقدرش انها تخلصها. الحمد لله سي فوزي مدير هاد المراكز خداها بصدر رحب على اساس اننا غادي يكون نقاش في دوائر مستديره باش نلقاو حلول جذريه لهذا الموضوع، وان شاء الله غادي تكون النتيجه في الايام القليله بعد ما نحطوا جميع الاكراهات ونلقاو لها حلول في هاد الدوائر. في القطاع الاجتماعي هذه اللجنه الاجتماعيه كان نقاش فيها بالنسبه لهاد المراكز تصفيه الدم، لان جامعه الدار البيضاء كتعطيهم منحه جد قويه، وتسنغمال ان جامعه الدار البيضاء فهي شريك حقيقي وبالتالي فهي مراقب وتتبع، واليوم حريصين بشكل كبير على تتبع جميع المراكز اللي جامعه الدار البيضاء كتعطيها منح. كاينه دورات وكاينه خرجات مستمره وغادي تبقى خرجات لجميع المراكز من غير انها في جميع المراكز، لا بالنسبه لا جميع المراكز اللي كتعطيها جامعه الدار البيضاء منح. نقوم بزيارتها باش نتبعوا مدى توافق الاتفاقيات اللي ما بين جامعه الدار البيضاء وهذه المراكز، واش حقيقيه، واش غدا في المستفى، واش فعاله الى اخره، وغادي نوقفوا على الاكراهات باش نلقاو حلول جذريه، لان للاسف الشديد حنا دخلنا على جامعه الدار البيضاء في القطاع الاجتماعي لقينا بزاف لي دوسي اون سوفرونت، يعني نقدر نقول القطاع الاجتماعي كاين انعدام ديال مجموعه من الكاتيجوري اللي حنا خدامين عليها. المراه المعنفه كاينه معاناه حقيقيه بالنسبه للاشخاص في وضعيه الشارع، وهذه هي الطامه الكبرى، لان كاينه افه وكاينه ظاهره اللي تكاثرت وخاصه تضافر الجهود ديال لوتوريتي ديال المجالي ديال المكلفين بهذه المراكز، وكذلك كنطالبوا حتى المجتمع المدني يعاوننا في هذه النقطه، لان غتكون برامج ان شاء الله غتخرج في القريب العاجل بجامعه الدار البيضاء في هذا الاطار. بغايه من الفرح والسرور استقبلنا هذا اليوم، وكان تقريبا هي سابقه منذ ان بدأنا الخدمه الاجتماعيه بجامعه الدار البيضاء مع الشريك الاول في الدار البيضاء اللي هو جامعه الدار البيضاء، والحمد لله استقبلنا لجنه الحمد لله اللي كانت كبيره وفعاله، اللي جات وقفات على العمل الجبار اللي تقوم بمؤسسه امل، وكان لنا الافتخار ان الحضور ديال نائبة رئيسة الجماعة والسيدة مريم الولهان ورئيسة اللجنة الاجتماعية، فالحمد لله كان نهار مبارك، لأن كان ضروري أن الشريك الأول ديالنا على مستوى الدار البيضاء يحضر معنا ويشوف ويقوم، وهذه سابقة الحمد لله وأقولها وبصدق سابقة، لأن احنا تنشتغل بطريقة جماعية. الحمد لله الوعاء العقاري اللي تم وضع رهن إشارة مؤسسة أمل هو اللي ساعد أننا نكون
في القمة الحمد لله بمراكز ديالنا الأعلام السوم، مراكز تصفية الدم أو دار المسنين، فهذا تزيد يشجعنا أن نزيد في الشركة ديالنا إن شاء الله، ونفعلوها ونكبروها إن شاء الله، ونكونوا سباقين لتنويع الشراكة والاشتغال على في مجالات أخرى اجتماعية إن شاء الله تعالى.